اخترنا موضوع المؤتمر من الاجتماع الاول اللي اجتمعناه اللي هو حوالين الفصل وقضايا المفصولين في الصحافه المصريه باعتبارها قضايا بتهم عدد كبير من الناس. انا من خلال وجودي في النقابه اقدر اقول لكم ان احنا عندنا 600 عاطل داخل نقابه الصحفيين اما بسبب الفصل او بسبب اغلاق صحف اصلا. فدي اهميه دي الفكره اللي بدانا عليها الدعوه للمؤتمر النهارده. الفكره الثانيه ان احنا وبعد الدعوه كمان واجهنا تطور جديد هو غرفه صناعه الصحافه واللي انا اظن انها مرتبطه بشكل او باخر زي ما مرتبطه بالحريات هي مرتبطه بالاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه للصحفيين وكمان مرتبطه بسيطره رجال الاعمال على العمل وازاي ممكن يقيدوا حتى العمل داخل المؤسسات من خلال التجمع بتاعهم فيمنعوا صوت معين من الظهور. اعتقد ان احنا محتاج النهارده جايين بالمناسبه نتكلم على خصومات شخصيه مع مؤسسات، مش جايين نتكلم على خصومات شخصيه مع افراد، مش جايين احنا بنتكلم على اوضاع مهنه بشكل عام، بنتكلم على اوضاع صحافه واوضاع بتؤدي او اوضاع مؤسسات وقوانين بتؤدي الى زياده عدد المفصولين. زي ما انا قلت لكم احنا قدام 250 قضيه فصل تقريبا منظوره الان او وصل بها للنقابة يعني امام النقابة بخلاف احنا امام اعداد 600 عاطل داخل نقابة الصحفيين بخلاف ان هم مش اعضاء اصلا اللي بيتعرضوا لانتهاكات كبيرة. احنا اشتغلنا مثلا سنتين تقريبا في جريدة التحرير وكان قبلها تجارب سابقة برضو سنين طويلة. فبعد اكتر من سنتين بتقول انت جالك تحقيق تعيين يبقى انت حاجة من اتنين، اما ان انت حد فاشل وبتشغل معاك ناس فاشله ما بتعرفش تشتغل طول الفتره الطويله دي فانت بتهدر حتى موارد الجريده بتاعتك، يا اما انت كداب بتستغلهم، ده اسمه استغلال ان انت اكتر من سنتين بتشغلهم وهم بيدوك فعلا شغل حقيقي لكن انت مش عايز تثبتهم ومش عايز تعينهم، يعني اما انت غبي او انت يعني استغلالي. احنا جئنا بالناس هنا لكي نخلق اليات، لكن على الناس ان تدرك ان اذا رايت تقصيرا لكن التقصير الاخر ان تكون انت غائبا او يكون التضامن زملائك معك غائبا. الحقيقه ان النقابات هي تجمع لاصحاب المصلحه في مواجهه اصحاب مصلحه اخرين. اذا غاب اصحاب المصلحه عن الدفاع عن قضاياهم بشكل حقيقي فلتدرك ان النقابات ليس لديها قوانين تستطيع من خلالها معاقبه من يفصل. القوانين المتاحه الان تتيح الفصل بقوه وتلتهك حقوق العاملين، كل العاملين ليس الصحفيين فقط لصالح رجال الاعمال.